دعت أحزاب المعارضة في الجزائر إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من شهر نيسان إبريل المقبل، وحثت كامل المترشحين على الانسحاب منها، وذلك عشية احتجاجات شعبية مرتقبة غدا لرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. بيان المعارضة دعا الجيش إلى تولي زمام تأمين البلاد، وأكد على رفض التدخل الأجنبي تحت أي شكل من الأشكال. إلى ذلك حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المتظاهرين ضد ترشحه لولاية خامسة، حذرهم من الفتنة والفوضى، وذلك في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عشية تظاهرة جديدة رافضة لبقائه في الحكم. مثل باقي أطياف الجزائريين هتفوا لحرية الجزائر ولديمقراطيتها. جزائر حرة ديمقراطية. المحامون أصحاب الجبة السوداء قرروا دعم الحراك الشعبي المناهض لترشيح بوتفليقة وحمل آمال الشعب على الأكتاف. جزائر حرة ديمقراطية. لكن رفض الولاية الخامسة لم يكن إلا مطلبا من المطالب. التلويح بضرورة احترام الدستور والقوانين أبرز ما ميز التظاهرة. المضي أيضا في تطبيق المادة 102 من الدستور بسبب عجز الرئيس على أداء مهامه، فضلا عن كونه مرشحا رئاسيا باتت ضرورة، يقول هؤلاء. رانا رافضين العهدة الخامسة لأنه هذا شيء خارق للدستور. نحن نطالب باسم الشعب ونحن للشعب ولا نركب موجته. لم يخفى الغضب على مئات المحامين الذين رفض رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز استقبال نقيبهم واستلام رسالة تطعن في شرعية ترشيح الرئيس. احترام رأي الشعب والوقوف أيضا إلى جانب الحراك الشعبي كان من أبرز الأسباب التي جعلت هؤلاء المحامين يخرجون اليوم إلى الشارع ويقفون أمام المجلس الدستوري للمطالبة بتطبيق القوانين والدستور. مثل هبة تتوالى مواقف الدعم على حراك الشباب. أقدم حزب معارض في البلاد سحب جميع نوابه من البرلمان بغرفتيه، فيما دعا نائب إسلامي آخر إلى انسحاب جماعي لنواب المعارضة. وكما لم يكن متوقعا، رفقاء بوتفليقة من قدام جهاز الاستخبارات إبان ثورة التحرير أعلنوا مشاركتهم قلق الشعب وغضبه أمام ما وصفه الاحتقار والرفض. وبعيدا عن هواجس ركوب موج الحراك، المواقف الأخيرة في نظر متابعين دلالة على توافق على إنهاء حكم بوتفليقة في أعلى هرم السلطة. نتجه نحو توافق يوجد في أعلى هرم السلطة لإعمال إما المادة 102 أو الوصول إلى رفض ملف المرشح عبد العزيز بوتفليقة. خروج بوتفليقة من بوابة المجلس الدستوري كما دخل ملفه وارد إذن. أما المجلس فأمامه أسبوع للإفراج عن القائمة النهائية للمترشحين رسميا، والفصل في دستورية ترشيح بوتفليقة أيضا. حسام تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر. وينضم إلينا من باريس الأستاذ علي آية جودي الصحفي الجزائري. مساء الخير سيد علي. يعني دعوة المعارضة اليوم للجيش للإمساك بزمام الأمور في البلاد، التعامل مع المؤسسة العسكرية وكأنها ليست جزءا اليوم من هذه المشكلة القائمة وليست أيضا طرفا بالأطراف المتصارعة في الداخل الجزائري. يعني تذهب بعض القراءات للقول بأنه اليوم الحاكم الفعلي للجزائر هو قائد الأركان سيد أحمد قايد صالح، هو من يدير شؤون البلاد. فكيف نفهم دعوة المعارضة للمؤسسة العسكرية وكأنها منفصلة عن الأحداث الجارية؟ نعم، مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أولا أؤكد أن العمود الفقري للدولة الجزائرية أو للنظام الحكم الجزائري هو الجيش، والجيش للأسف يساند النظام ولا يساند الدولة. ولولا مساندة الجيش
للرئيس بوتفليقة لما بقي منذ 4 عهدات منذ 20 سنة، ولما حكم في السنوات الخمسة الماضية وهو في فراش المرض، لا يتكلم، لا يخاطب شعبه، ولا يدرك ما يدور في ما حوله. وطبعا يعني الجيش المفروض أن يلعب الدور الحاكم الذي يحافظ على مؤسسات الدولة، لأن اليوم الجيش منحاز للرئيس، منحاز للنظام، هذا النظام الذي يحكم الجزائر منذ سنة 1962 إلى يومنا هذا. هذا الجيش الذي يقدم لنا الرؤساء والشعب يزكيهم، يعني هذا هو المشكل. نعم، يحق للمعارضة أن تدعو الجيش ليبقى على الانحياز وينحاز للشعب، طبعا ينحاز للشعب ولمؤسسات الدولة، ولا ينحاز إلى الشرذمة التي استحوذت على الحكم في الجزائر. طيب سيد علي، يعني لها خاصية محددة هذه الانتفاضة، إذا جاز تسميتها بالانتفاضة، أو هذه الاحتجاجات في الجزائر، لأنها لم تخرج للمطالبة بتحسين وضع اقتصادي، لم تخرج اعتراضا على ظروف معيشية كغالبية الدول العربية اليوم، بل خرجت لهدف محدد وهو ضد الترشح، لكن ذلك لم يمنع سقف المطالبات بالارتفاع، حيث سمعنا اليوم في المظاهرات الشعب يريد إسقاط النظام. هل تستوعب اليوم النخبة الحاكمة في الجزائر تداعيات توسع دائرة الاحتجاجات وربما ارتفاع سقف مطالبها، وهل لديها استراتيجية للتعامل معها برأيك؟ شكرا على السؤال. نعم، يعني هناك جديد في هذه الانتفاضة المباركة، هذه انتفاضة كل الشعب الجزائري، لأن تعودنا فيما مضى أن هناك انتفاضات في بعض المناطق، وعادة ما تكون منطقة القبائل ضحية هذا النظام، والانتفاضة دائما تكون في منطقة القبائل، سنة 63 سنة 80، ولكن هذه المرة فهم الشعب الجزائري أن النظام الذي يتلاعب بالجهوية والتفرقة وسياسة فارق تسد، فهم أن هذا النظام يجب أن يرحل. لهذا هب الشعب الجزائري هبة رجل واحد وامرأة واحدة، وكلما تهاون النظام في الرد بالإجاب على انشغالات الشعب، و الشعب يرفع من سقف المطالب. أولا الشعب منذ سنوات يطالب بإنهاء حكم بوتفليقة المريض، وندرك أن هناك شرذمة شلة من الذين يدورون حول الرئيس، ولا ندري من يتحكم في زمام الأمور في الجزائر. هناك الهوليغارك، هناك بعض العسكريين، هناك بعض السياسيين، هناك من البوليس العسكري، وكل من استفاد من الريع، لكن لم ينطق ولو بكلمة، لم يخاطب شعبه. فلهذا الشعب فهم أن هذا النظام لا يجب إعطاء فرصة له من جديد، لأن المشكلة اليوم كما قلتها وكما قالها الشعب ليس هو رفض العهد الخامسة، وإنما ذهاب ورحيل هذا النظام الذي كل مرة يفبرك لنا رؤساء ويخلق لنا مشاكل ويدخل. نعم، بالحديث عن مخاطبة الرئيس للشعب، كان هناك اليوم وجه رسالة السيد عبد العزيز بوتفليقة للشعب الجزائري. قبل أن نناقشها سيد علي، دعنا نستعرض أبرز النقاط التي جاءت فيها. you
أستاذ علي، بغض النظر إذا كان بوتفليقة هو نفس من كتب هذه الرسالة أو إذا كان وضعه الصحي يسمح له بكتابة هذه الرسالة، لكن لا يمكننا إلا أن نلاحظ ازدواجية أو ربما توأمة، دعني أقول، المعنى بين رسالة بوتفليقة اليوم والرسالة التي وجهها أحمد قايد صالح، التي حذرت أيضا مما أسماه بأيد داخلية وأيد خارجية تريد التلاعب باستقرار وأمن الجزائر. من هي هذه الجهات؟ ودعنا نبدأ بالجبهة الداخلية، ما من الذي يعنيه بوتفليقة أو قايد صالح بجبهة داخلية تريد التخريب؟ من هي هذه الجبهة؟ هل يرمي للجنرال السابق علي الغديري أو نعم. لجبهة محمد مديان رئيس دائرة الاستخبارات والأمن السابق؟ شكرا. أولا يجب أن يفهم العالم شيئا، هو أن الرئيس الفعلي بوتفليقة لم يكتب أبدا هذه الرسالة. أولا الرئيس غائب والرئيس عاجز حتى على رفع يده، لقد رأيناه وهو واقف على كرسي بحبال، يعني يجب يعني أن نفهم أن هذه الرسالة لتمويه وربح الوقت وتلهية الرأي العام الوطني والدولي على أن هناك حياة سياسية والرئيس يخاطب أبدا كذب وبهتان. ثانيا رسالة الفريق قايد صالح، أنا أظن أنها رسالة داخلية موجهة لأصدقائه داخل البوليس العسكري والجيش الذي لا يقاسمونه الرأي، لأن الجيش اليوم يدرك أن قايد صالح هو من زمرة بوتفليقة، واليوم هو مرغم على اتخاذ مبادرات ولكن لا يعرف إلى أين يسير، ولكن هو مجرد كونه نائب وزير الدفاع فهذا لإرادة بوتفليقة وهو من أوفياء بوتفليقة، ولكن إذا كان يقصد الجبهة الداخلية فالجبهة الداخلية هي هذا الشعب الذي ينظم مسيرات يومية في كل القطاعات ويحضر ويسخن العضلات للمسيرة الكبرى أيام الجمعة آخر الأسبوع. فالجبهة الداخلية ليس لنا من يهدد الجزائر، من يهدد الجزائر هو النظام والبوليس السياسي والشلة الحاكمة. الشعب خرج في مظاهرات سلمية لم يمارس عنفا واحترم البوليس والجيش وقدم له ورود. نعم سيدي، يوم الاثنين الماضي دعت قيادات المعارضة واليوم أعادت التأكيد على هذه الدعوة لتأجيل الانتخابات المقررة في 18 من أبريل المقبل. برأيك هل ستستجيب السلطات لهذه الدعوة حقنا ربما أو يعني لقطع الطريق على أي تصعيد أو مصادمات محتملة في هذا الشأن؟ نحن نتمنى أن لا يمارس العنف هذا النظام ضد الشعب المسالم الذي برهن للعالم على أنه الشعب متحضر، شعب يمقت العنف، شعب عانى من العنف في العشرية السوداء التي كان للنظام له ضلع في هذه المرحلة الدموية التي أدت إلى موت وقتل 250 ألف ضحية. هذه وكذلك المعارضة اليوم مشتتة لأن النظام أنهكها والنظام شتتها والنظام دم يعني حاول بكل طاقته تدجينها، ولكن اليوم المعارضة تحاول أن تنظم نفسها وإعطاء نفس جديد، لكن اليوم لحد الآن المعارضة ليست في مستوى هذه الانتفاضة، وحتى المعارضة نفسها تفاجأت بهذا الحراك الشعبي. نعم. أشكرك جزيل الشكر الصحفي الجزائري الأستاذ علي آية جودي، كنت معنا من باريس على انضمامك معنا هذه الليلة.